لكن لما يبقى في اختلاف ما انتش عامله لي نفسك مش عامله راحه تبقى تقولي والله يا دكتوره وانا رحت وخدت دورات وتعلمت كذا وبقول لعيالي وبعمل كذا ويجي ابوهم يبوظ لي في خمس دقائق اللي انا اعمل اقول له ده مش صح وده انت اللي هتيجي تعلميني ما اهالينا على... يا عم افرض انت تربيت قدرا برحمه الله عز وجل عشان امك كانت طيبه ولا ابوك كان جاهزه فربنا نجاك لكن لا انت لازم تجهد ربوا اولادكم لزمان غير زمانكم هم في جيل خلاف الجيل ده قول سيدنا علي نعم. فانت المفروض انت بتربي في وقت وبتاخد من الوسائل لا طب انا مش عايزه اقولك بقى وسائل ده انت بتجدد في الاساليب ذات نفسها بتاعه التربيه اللي انت حابب ان هم يسمعوا الكلام هو الفكره انت لازم تعمل كده هو الصح كذا وتعمل لا الفكره ان ابنك يحب السلوك فيتبناه ويتشربه فيعمله حتى لو انت مش موجود ابي مش موجود امي مش موجود رقابه مش موجود لكن هو حابب يعمل ده نعم الاثار السلبيه تلاقي على الاولاد في اي عمر تبدا في الظهور دكتور الاثار السلبيه انا عايزه اقول لك ان هو من سن صغير جدا يعني انا اما ابتدي ارصد حالات كان من سن خمس سنين لكن لا ده من سن صغير من سن سنتين ويرتعش يلجلج ويطلع طفل متأتأ مش عارف او تبول لا ارادي نعالج شاب في تانية ثانوي يا استاذه منى والشاب ده متفوق بيطلع من الاوائل لكن عنده تبول لا ارادي نتيجه لاختلاف اساليب التربيه اما قسوة زائدة هنا دلال زائد عشان تعوض الأمر ما فيش اتزان واختلاف في الأمر الاثنين مع بعض ودي الكارثة الكبيرة اللي احنا بنقول يا رب بس يا رب يفهم كل زوج وزوجة بيطلع طفل عنده أمراض نفسية عنده أمراض عضوية حقيقية بسبب الاختلافات أو يطلع طفل بيلعب على الونجين عندنا بنقوله كده بس بيلعب على الجهتين يروح لأمه وياخد كذا عشان يعمل كده وياخد منها ما يستطيع من امتيازات مش بس مادية لا ما يستطيع من موافقات أو يروح للأب عشان يبقى ضد الأم وهو شاف الاثنين ويستغل الحالة العكسية للأمرين نعم. يطلع طفل فاقد ثقة في نفسه ما عندوش مهارات اجتماعية طفل انطوائي عنده انعزال عنده نوع من أنواع عدم الثقة في الآخر هو شايف الآخر أصلا ومش حاسس أصلا إن في أمان فهو ما عندوش عنده عدم ثقة في الآخر فما يكونش صداقات او علاقات او مجرد ان انا ابني يعني مثلا يجي لنا مثلا حاله من الحالات بنت من البنات مثلا رافضه جميع انواع صحبتها وجميع انواع الصداقات اللي في الدنيا صداقات بالمد نعم. ليه يا بنتي ليه عشان شافت ان خيانه الكلمه اللي موجوده ان الاب بيعمل كذا فتروح الام تحكي وتهتك ستر زوجها لقلب عيلتها كلها تقولي سمعها بتقول لخالتي وسمعها بتتكلم وكذا على ابي نعم. هو انا غلطان ماشي طب انت ليه فتحت الستر وهتكتي كده هو نفس الكلام يروح الاب ذات نفسه فيقول انا لقيت الزوج لقيت زوجها والولد اللي جه قال لامه ده كذا وده كذا وكذا قعد يعيط وبعدين ابتدى في اكل مش في اكل الضف اكل اللحم اللي حوالين الضف بسبب الامر ففي حالات عضويه امراض عضويه وفي امراض نفسيه وفي امراض سلوكيه ده احنا لسه شايفين يعني مش عارفه ينفع نقول الكلام ده ولا لا يعني شخصيه عامه سياسيه كبيره تم رصد فيديو ليها وهي بتسرق من المحلات نعم اضطرت انها اعتذرت وهكذا يجي مثلا انت مش محتاج يعني واحد قاعد في مكان معيشي عالي جدا نعم ده مرض سلوكي يجي نتيجه الاختلاف اللي موجود في التربيه والاختلاف في الافكار الاختلاف في الاساليب لغرس يعني هقول لك على حاجه ساعات كتيره جدا بيبقى الاب متفق عايزين جنه والله عز وجل ورسوله والام عايزين جنه والله عز وجل ورسوله ولكن توصيل الامر ده ضرب نار